الوتر السادس والأخير في الجيتار. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم يا سادة في الوتر السادس والأخير. قبل ما نتكلم عن أوتار الجيتار في المجموعة بتاعتنا، أحب نراجع مع بعض مجموعة الأزمنة بتاعة النوت الموسيقية اللي احنا غالبا هنستعملها. أول زمن عندنا النوتة الكاملة. النوتة الكاملة دي مش عدة واحدة للأسف، هي أربع عدات، يعني زمن النوتة الكامل أربع عدات، نصها هاف نوت، يعني هيبقى زمنها اتنين بس. فأنا بعزف النوتة وعد اتنين، واحد اتنين، واعزف النوتة اللي بعدها. طب نص الهاف ايه؟ هيبقى كورتر، اللي هي العدة الواحدة، اللي هو احنا غالبا بنلاقيه على المترونوم، بيقول لك المترونوم ده 60 عدة في الدقيقة. 60 عدة من انهي نوع؟ من النوع رقم ربع النوتة، ده اللي هو 4 ده. عشان كده انت هتلاقي دايما التايم سيجنتشر اللي هو بيبقى موجود في اول المزورة 4 على 4، يعني 4 من ربع النوت، 4 من ربع النوتة الكاملة دي، 4 من الواحدة عدة الواحدة، 4 عدات في المزورة الواحدة. 4 على 4، 6 على 4، 5 على 4، 7 على 4، على حسب لو انت هتعد بالعدة الواحدة اللي هي كورتر نوت. دي عبارة عن عدة واحدة، يعني اللي احنا قلنا قبل كده الهول نوت هتبقى 4 عدات، 2 3 4، هاف نوت 2، ودلوقتي العدة بتاعتنا 1 1 1 1. فكل مرة اعزف النوتة ديت اعد العدة ديت اللي هي بتترسم عندنا بالرسمه بتاعت الدايره ديت بس السودة وفيها عصايه. في زمن تاني بعد الواحد ده، بعد اللي هي اسف بعد اللي هي كورتر نوت، احنا قلنا الهول نوت 4، الهاف نوت 2، الكورتر 1، في واحده كمان التمن بقى، يعني ربع النوته يتقسم 2 التمن. يعني بدل ما اقول واحد انا بحاول اقسمها بصوتي عشان ايه اعرف اقسمها 2، تبقى 1 1 2 3 4، يبقى 1 2 3 4. خلي بالك كل واحده واحد في نوتين، نوتين في العده الواحده. لو انت بتقرا كتاب انجليزي، الهول نوت الامريكاني ديت هيسموها سيمي بريف، تاني حقه نوته اللي هي هتبقى الدايره فاضيه برضو بس فيها عصايه سواء فوق او تحت. الدايره دي الفاضيه اللي ليها عصايه فوق او تحت دي بتبقى هاف نوت بالامريكاني، بالانجليزي بيسموها مينيم. بالنسبه للكورتر نوت اللي هي بالامريكاني اللي هي العده الواحده ديت بيسموها الاخواننا الانجليز كروتشيت. التمن بتاع النوته اللي هو اللي بنقسم النوته الواحده اللي هي كورتر نوت دي 2، دي بيسموها الانجليز كويفر. المدرج الموسيقي عندنا خمس خطوط واربع مسافات. المسافات الاربعه دي سهله قوي، حروف كلمه بالانجليزي فيس، اف اي سي اي، فيس وش. خمس خطوط ليهم جمله مشهوره، every good boy does fine، every e g b d f، every good boy does fine، سهل جدا، e g b d f. اهلا بيكم يا سادة في الوتر السادس والاخير. حد فاكر الوتر الاول بتاعنا كانت النوت اللي عليه ايه؟ افتكر كويس كده، افتكر. ايوه، مي وفا وصول. مي الوتر الفاضي، فا بالصباع الاولاني، صول بالصباع التالت. الوتر السادس بتاعنا بتاع الجيتار غليظ، المي ديت باكتافين، يعني اوطى منها باكتافين، واسمه مي برضو، فهتبقى مي وفا وصول بس غليظ قوي. طيب غليظ ازاي؟ يعني بترسم منين على المدرج الموسيقي؟ احنا عندنا يا جماعه دي النوته القصوى، اغلظ نوته من نوت الجيتار، الوتر السادس فاضي، مفيش اغلظ منها في الجيتار عندي. دي هتترسم تلات شرط او تلات خطوط وهميه، المفروض ان تلات خطوط يعني، بس هنعملها شرط لان احنا مش عايزين نرسم خطوط بقى تحت المدرج، كفايه علينا احنا ناس بتوع جيتار مش بتوع بيانو. فهنرسم ثلاث شرط بدل الثلاث خطوط الوهميين دول، والنوتة دي ركنة تحتهم، النوتة دي ركنة تحتهم، تحتهم دي هتبقى المي، أغلظ نوتة من نوت الجيتار، سهل جدا صح؟ حط بعدها على الخط الثالث النوتة تبقى الفا، دي النوتة اللي بعدها على طول. طيب اطلع فوقها بحيث يبقى نوتة تحت شرطتين، نوتة تحت شرطتين دي هتبقى الصول، فخلاص مي فا صول، سهل جدا الوتر ده، مش كده؟ احنا كده هنبقى خلصنا كل الاوتار.
طيب نشوف تمرين على الوتر السادس. التمرين بتاع الوتر السادس هيبقى E F G، هو 3 العد بتاعه 3 من 4، يعني هيبقى التمرين العد بتاعه هيبقى العد من 3 من 4، يعني حاجة عاملة زي دوم تاك تاك دوم تاك تاك دوم تاك تاك، حاجة عاملة زي الفالس كده. طيب أول نوتة عندي موجودة هي المي، الوتر فاضي مي فا سول سول فا مي، دي سهلة جدا، أول مزورة سهلة جدا، مي فا سول، تاني مزورة سول فا مي، إي إف جي جي إف إي. وبعدين عندي أربع كويفرات عبارة عن مي مي وفا فا، هتبقى إي إي إف إف بعدين عندي E F G F E. نعزف كل التمرين على بعضه E F G G F E E E F F G E F G F E. إخواننا بتوع الجيتار الكلاسيك هنعمل نفس التمرين دوت على الجيتار الكلاسيك بالصباع الابهام، لان احنا قلنا صباع الابهام بيشتغل على التلات اوتار الغلاظ عندي في الجيتار، فهيبقى E F G G F E E E F F G E F G F E. كده احنا اخذنا الست اوتار بتوع الجيتار بالنوت بتاعتهم كلهم على الأوتار ديت في أول 3 دساتين، وأهم 3 دساتين عندي في المرحلة الحالية من الجيتار. أتمنى أن احنا نشتغل على حفظهم واشتغل عليهم وتر وتر لغاية ما تحفظوا وتهضموا تماما، ابدأ في الوتر اللي بعده وهكذا لغاية ما تحفظ الست أوتار عليهم إيه في أول 3 خانات أو 3 دساتين من جيتارك. واشوفكم الحلقة الجايه.